وين كنتي؟ دورت عليكي بكل مكان وحاولت اتصل فيكي. مرت عمي انا كنت شو هذا كانتا؟ انت بلشتي تستجوبية من اول ما فاتت من الباب، لسه هلا اجت من برا. نهال روحي جيبي لها كاسه مي لمهيك. بس ما قلتي لي وين كنتي بنتي؟ انا رحت مشان مسابقه الطباخ المحترف. بس بكفي حكي فاضي عن هذا البرنامج. شو قصدك مرت عمي؟ المطلوب انه تنسحبي فورا من هذا البرنامج. شو قلتي؟ بس ليش هيك امي؟ مو انتي كنتي قبلاني بالاول وجبرتي اختي مهيك مشان تشارك بهاي المسابقة؟ وهلأ صارت كتير منيحة، ليش بدك ياها تنسحب؟ أنا بعترف أني غلطت غلطة كبيرة، فكرت أنه المشاركة بهالمسابقة رح تفيد مهيك وتساعدها بالمستقبل، بس ما كنت عارفاني أنه بسبب هيك مسابقة السلام والوئام يلي بعائلتنا رح يتدمر ويخرب. الناس يلي مثلنا نحنا ما بيملكوا شيء إلا كرامتهم وبس. ما بقدر خليها تشارك بهالمسابقة على حساب كرامتنا. إذا مهيك كملت هاي المسابقة ما حدا بيعرف شوريا شو رح يعمل ساعتها. أنا آسفة مهيك، كان بدي تربحي بهاي المسابقة، بس هلأ ما بدي منك شي غير إنه تنسحبي من هاي المسابقة وما تفكري ترجعي لها. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.